كيما المباريات الاخرى الكل يظل مباراه هامه ما تزيدش اهميه عن المباريات اللي خذناها من الكل. يظل عندنا شعار السنة في الموسم هذا النادي الشخصي مثلا في حتى نقطه فوق في الميدان نتاعو باش نكملوا ما نخرجوش على القاعده هذه، محضرين كيما يلزم كريم المنافس ان شاء الله نكونوا حاضرين لجور جي وان شاء الله الانتصار يكون قريب ان شاء الله. مش نحكي على غياب على المعلم اكيد علي يظل فالور سيور قيمه ثابته. بقينا ميدان الجامعه شافت هكا احنا اون فافير افيك ان شاء الله عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا الكل ان شاء الله اللي باش يكون بديل نتاع علي معلول يكون في المستوى ويعطي الاضافه ان شاء الله. بالنسبه 80% تيتولير انت في الطرح ان شاء الله. والله المهم نصور الماتش هذا مش كون باش يلعب، المهم نكونوا حاضرين معناها جروب كامل وان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله. تنجم ايش تقول للبيبليك سيسيس اللي جاي بعد تغفير الحصه التدريبيه؟ بصراحه البيبليك عام السنه معناها وقف معنا من اول ماتش، معناها نصور الماتش هذا نحن في حاجه ليه وان شاء الله باش يكون معناها اللاعب رقم واحد مش رقم 12 الماتش هذا وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. لو كان مستعطينا التحضيرات لنادي الصفاقسي قبل كلاسيكو البطوله كونتر ليتوال. والله صحيح معناها حضرنا تحضير به المقابله كملنا انشينينا بالماتشات اللي فاتوا صحيح جات عثره في بنقردام. ان شاء الله اللقاء هذا باش تكون ردة فعل نتاع الجوائرات نتاع الناس كل مع بعضنا نقفوا باش نجيبوا انتصار مهم لبقيه المشوار البطوله. هذا نحكي على البيبليك سيسيس اللي جاي بعد تغفير الحصه التدريبيه اليوم. كي تشوف انت بعد الماتش جاونا من بعد الماتش لتوا تشوف كيفاش الوقفه نتاع الجمهور نتاعنا. ما علينا كان ان شاء الله نفرحوهم لقاء نجم الرياضي الساحلي وان شاء الله مربوحه باذن الله.